ومشاهدينا ننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، تناول تطورات التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ضوء التداعيات الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة والمعاناة الإنسانية المتصاعدة التي يتكبدها المدنيون بسبب النزاع، حيث اتفق الزعيمان على أهمية توحيد الجهود لحث جميع الأطراف على التهدئة وخفض العنف، واستعرض الاتصالات الجارية في هذا الصدد، كما تم التشديد على ضرورة دفع الجهود الرامية للتوصل لحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمرجعيات ومقررات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.